مساء الخير حضرات السادة المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام عسل. النهاردة الحلقة جميلة وشيقة، هنقدم للسادة المشاهدين معلومات مهمة جدا عن الأطفال. هنقدم أول فقرة عندنا زي ما عودناكم، بنقدم لكم وجبة علاجية أو وقائية زي ما عودناكم، إن إحنا ما بنعملش أكل بس وما بناكلش كده وخلاص، لازم يبقى أكل متخصص. إن شاء الله هنقدم لكم الفقرة النهاردة عن الوجبة عن للطفل أو مفيدة للطفل الشقي، مش الطفل الـ ADHD، لا، للطفل اللي عنده فرط حركة فقط ولكن ما عندوش تشتت في الانتباه. إن شاء الله برضو الفقرة الأولى اللي بعدها هنتكلم عن الفرق بين الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال، وهنعرف إيه الفرق بينهم وإيه هي الأمراض أو الاضطرابات دي، وفي نفس الوقت هنعرف إيه السبب اللي بيوصلنا أو بيوصل الطفل إنه يصاب باضطراب نفسي أو سلوكي. ولكن قبل ما نبدأ فقراتنا، اسمحوا لي أقدم لكم زملائي الموجودين معايا النهاردة في الحلقة. أستاذ هاني، أهلا بك أستاذ هاني، منور الحلقة. ده نورك يا دكتورة، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين، وخلينا نقول كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. دي مناسبة عظيمة جدا، واستنونا النهاردة كمان في حلقتنا في موضوع مهم خاص بالمناسبة دي. وكمان خلوني اخد حضراتكم وارحب بزميلتي العزيزه الاستاذه زينب السعداني، منورانا النهارده في برنامجنا. وخلوني اتفضلي. ها، وطبعا احنا ان شاء الله النهارده هتبقى الحلقه مميزه جدا ان شاء الله، وان شاء الله نستفيد، وطبعا لازم هنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبه مولده. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسعيده ان شاء الله. ان شاء الله. وخلوني كمان الساده المشاهدين اللي بيشوفونا عبر شاشه قناه الصحه والجمال، خلوني اخد حضراتكم ونرحب كمان بضيف مميز جدا معانا النهارده، له دور مهم جدا النهارده. الشيف الاستاذ وليد الجهري، منورنا مستر وليد، وسعداء بوجودك معانا. اهلا بك يا شيف، منورنا. بيكم ومتشكر جدا على الاستضافه، وان شاء الله تبقى وجبه خفيفه على اطفالنا الاشقياء شويه، يعني مش عايزين نقول اكتر من كده ان شاء الله، وتبقى كلها وجبه خفيفه ان شاء الله. ان شاء الله. تقول لي بقى المنيو بتاعك والمقادير كده يا شيف. والله المنيو بتاعنا النهاردة نسميه بالشكل العكسي، وجبة بتتعمل أساسا أو وجبات بتتعمل أساسا للأطفال عشان تحميهم من أي نوع من أنواع الهايبرة، يعني ما يبقاش فيه أفوارة في الحركة، في الشقاوة، في الحاجات بتهدي الأعصاب. ودايما بننصح في الحاجات دي نمرة واحد بتيجي على القمة بتاعت الأصناف الأسماك، يعني دايما الأسماك عشان الأوميجا 3 والفوايد بتاعتها بتهدي أعصاب الأطفال اللي هم أصلا يعني مطلوب الشقاوة بس ما تبقاش أوفر شوية. بتيجي برضو على نفس الدرجة من الأهمية حاجة مش موجودة النهاردة الناس لازم تهتم بيها، السبانخ. السبانخ بكل ما فيها من محتويات بدون ما ندخل في تفاصيلها عشان ندخل في المهم النهاردة. كمان الأفوكادو مهم قوي. الافوكادو برضو انا ما بقولش واحد واثنين وثلاثه، هي اللي انا بقوله ده نمره واحد، لكن النهارده الفرصه هتيجي الافوكادو في سلطه الافوكادو. سلطه الافوكادو النهارده بالخس والطماطم والطماطم الشيري عشان تغري الاطفال. وبالمناسبه زي ما بيقولوا دايما الاكل منظر، فهو برضو بالنسبه للاطفال دي المنظر بيكون مهم جدا، ان احنا نهتم بالتقديم بالشكل. اللي بيغريه ياكله، في ساعات الطفل يبقى عايز ياكل الحاجه لشكلها مش مهم طعمها، ما بيهمش ايه المكونات بتاعتها. وبالتالي احنا مكوناتها احنا اللي هنهتم بيها، احنا ما بنقولوش انت عندك فيتامين دي ولا عندك حديد ولا كالسيوم. حضرتك بص يا شيف، النهارده انا شايف انت محضر لنا تقريبا ثلاث حاجات، هما ايه بقى؟ يعني الباستا. الباستا ودي حاجه من اكتر الحاجات اللي بيحبوها، هي باستا النهارده انا مختارها شكل القوقع عشان هيتعمل معاها عشان برزنتيشن وانت بتحطه بالظبط. هيبقى التونه معاها باستا بالتونه والطماطم، مكعبات الطماطم، مكعبات الفلفل الملون. ده اصلا الاكله دي مغريه لوحدها للاطفال. مغريه. ما احنا لازم نديهم ايه البرزنتيشن، بيهم قوي الولاد دول لان هم من كتر شقوتهم شكل الطبق ياكلوا. بالظبط شكل الطبق مهم. بالظبط بالظبط. طب فاحنا معانا كده النهارده باستا بالتونه، مكوناتها هنشوفها احنا بنعملها برضو. عندنا السلطه الافوكادو زي ما قلت بالخضروات، والدريسنج بتاعها برضو اللي هو طعمه بريحته ان شاء الله تبقى مغريه بالنسبه له، والريحان برضو من الحاجات من الحاجات اللي هنعتبرها دواء في الاكل يعني. ريلاكس خالص خلاص.
معايا ابيتايزر ليه كده، ده يستخدم في ساعات في فطار في فتره جاع فيها في النص، بتبقى زي السميت التركي كده، السميت ومحشي حاجه اسمها كلسوني بس سايح، وعشان كده احتاجها تبقى يا دوب جبنه موتزاريلا. انت جوعتنا من بدايه الحلقه يا شيف النهارده، وانت هنشوف بقى طبعا مراحل الكلام ده معاك وحضرتك طبعا هتقدم لنا الكلام ده بالظبط. هو الكلسوني ده اللي هو بيبقى ساندوتش يعني، لكن هو جواه كابريسي حاجه موتزاريلا ايطالي بالطماطم وصلصه برضو الريحان. هنركز شويه في الريحان في الافوكادو. بص يا شيف، انا جالي معلومه عنك النهارده خطيره، ان انت شيف مثقف، فانا هستفيد من الحته دي في الحلقه النهارده. يعني انا اعرف ان انت شيف خالص يعني. لا شيف مثقف يعني. وبعدين انت خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين انه شيف وليد الجواري هو كمان عدى مرحله الشيف، يعني هو دلوقتي بيتخرج من تحت ايده شيفات كبار واساتذه موجودين، فهو عشان كده انا بقول عليه شيف مثقف، لانه هو عنده علم في 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 الموضوع ده، مش مجرد ان هو شيف عادي بيعمل اكل وخلاص. شيف دكتور زي ما قال لنا شيف ابراهيم. ده بفضل الله سبحانه وتعالى، مش اكتر من كده ولا اقل، وبحب الشغله دي. فهي بالمناسبه هو الحب، يعني حب شغله عمايل الاكل بالبلدي كده، هي النفس. طيب فان شاء الله هتدوق برضه. يعني انا عايزه الفت نظر الساده المشاهدين ان في اكل كتير بنمنعه عن الولاد اللي هم الاشقياء، زي ما قلت في فرق بين الطفل الشقي والطفل الاي دي اتش دي. وانا عايز حضرتك تعرفي للمشاهدين برضو انه يعني هو الفرق ما بين ايه فرق بين الطفل الشقي الشقي النورمال الطبيعي واللي هو عنده فرط في الموضوع ده. فرط حركه وتشتت انتباه. هو طبعا كل ام هي الطبيب في الاول، بتعرف ابنها عن طريق اربع حاجات. في كتير قوي بيقولوا لي عاده، قولي ابني انا خايف لا يكون عنده اي دي اتش دي وبعدين الاقيه بس هو شقي. طب ما تيجي إيه بس نقول نعرف بس المصطلح ده للمشاهدين عشان يعرفوا. الاي دي اتش دي اللي هو عنده فرط حركه وتشتت انتباه. ده ليه اربع علامات مهمه قوي عشان افرق ابني ما بين ان هو طفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه او عنده فرط حركه بس او شقي بس. ايه هم؟ اول حاجه الام تشوف ابنها، تشوف هل هو مندفع ولا لا. الاندفاع ده سمة من سماتهم، تلاقيه ماشي بسرعة في الشارع مش مهم عربية تخبطه، وقف على الترابيزة مش مهم يقع، في اندفاع في حركته، هو بيبقى عامل زي الزمبلك ما بيقعدش، محدش يعني بيعرف. حركة بدون مراعاة المحيط اللي حواليه بالظبط، مندفع. يعني الشقي بيبقى واخد باله من نفسه، عربية وهو ماشي في الشارع بيعدي الكلام ده، لكن هو ده بيلعب، أهم حاجة يلعب ويتحرك بسرعة جدا من غير ما يعرف إيه اللي هيجراله. عشان كده تلاقي راسه مفتوحة مرة، تلاقي رجليه معرفش مكسورة، تلاقي معرفش إيه كده. نمرة اتنين النوم. اندفاع في الحركة باستمرار يعني. بالظبط، مندفع جدا في تصرفاته. نمرة اتنين النوم، ما بينامش أكتر من 4-5 ساعات، يعني ممكن ينام 3 ساعات. يعني الولد بيجي آخر اليوم منهك وتعبان ونقول بقى هينام طول الليل، لا، بينام 3-4 ساعات بالكتير. نمرة 3 قلة التركيز أو قصور في التركيز بالذات الأكاديمي. التركيز. ما بيركزش خالص، ما بيسمعش كمان، ما بيهتمش. والأكاديمي دي اللي هي المذاكرة. المذاكرة في المدرسة. يعني ما فيش تركيز في المدرسة ولا في اللايف ولا في الحياة العامة، ما فيش تركيز خالص. يعني ما تقول له مثلا خش افتح الدولاب وهات الشميز الفلاني وبعدين اقفله وبعدين هات الشماعة، لو على الشماعة وبعدين يعمل مهام واحد، مهمة واحدة من المهام دي كلها، ما يعرفش يعمل كل ده، ما يحفظوش، مش مركز. هل بينسى؟ ما انا كنت لسه هقول لك، هل بينسى بقى بقية الأوامر جداً. او الاوردرات التانية دي، لان عنده الذاكرة كمان القريبة ضعيفة فهو بينسى جدا. فهيبقى الام هتراعي الاندفاع عنده، قلة النوم، قلة التركيز، القصور الأكاديمي أو القصور في المدرسة، ضعيف جدا في المدرسة، النسيان زي ما حضرتك قلت. ده في أي أمهات يا دكتورة بتبقى فرحانة قوي بشقاوة عيالها؟ بيبقى يعني أستاذة زينب، أنت عندك أطفال وعارفة الموضوع ده، طب اشرحي لي أنت شعورك إيه في البيت معاهم؟ هل بيبقى في مراقبة ليهم؟ هل بتشوفي السلوك بتاعهم؟ ولا أنت سايبة الموضوع يمشي عادي زي أي أم عادية؟ لا طبعا لازم الواحد ياخد باله منهم ومن تصرفاتهم ويتابعهم دايما باستمرار، يكون يفهمهم بهدوء، يعني يحاول يساعدهم ان هم يحاولوا ان يبقى في عندهم تركيز شويه. يعني بقعد اقول له ركز، انا بقول لك هات حاجه كذا، يبقى تشوف انا قلت ايه بالظبط وحاول تعمل. هم الولاد دول حلهم التكرار والرياضه. التكرار بيجيب معاهم نتيجه جميله جدا. هو طبعا ليهم كذا نوع من العلاج، ليهم علاج سلوكي وعلاج سلوكي معرفي وعلاج طبي وعلاج دوائي وعلاج غذائي اللي احنا بنعمله ده. بالنسبه للعلاج الغذائي اللي هو المفروض يعني محتوى برنامجنا، انا عايزه امنع الامهات او الساده المشاهدين اللي هم عندهم اولاد اي دي اتش دي او اشقياء برضو، امنعهم من المواد الحافظه نهائي خالص. فعلا انا عندي لما بياخدوا حاجه فيها مواد حافظه وخصوصا ابن صغير فعلا بيبقى يعني بيعمل معاه نتيجه عكسيه. كمان الالوان
في بحث اتعمل كبير تقريبا سنه 1990 قالوا الالوان فيه بتجيب نتيجه عكسيه جدا وبتزود الهايبر، بتزود الطفل اللي هو الاي دي اتش دي، بتزود الاعراض عنده. كمان اللحوم الصناعيه المصنعه دي ممنوع برده. حاجات كتير جدا نقدر، والسكريات، لان السكريات بتدي طاقه. طبعا عندي سؤال مهم، وانا استشفيت السؤال ده من كلام زميلتي الاستاذه زينب. هو انا امتى الاحظ السلوك ده؟ يعني في سن كام ابدا الاحظه عند الطفل؟ هو بنكتشفه سن مثلا سنتين او ثلاث سنين. من سنتين او ثلاث سنين؟ من سنتين او ثلاث سنين. الشقاوه، لكن بالنسبه يعني سنتين ممكن نكتشف الشقاوه، لكن اعرف ان هو اي دي اتش دي او عدم التركيز من بعد ثلاث سنين، بعد ما الطفل يبتدي يتكلم اجي اكلمه في حاجات ينساها، اجي اطلب منه اوامر او اطلب منه مهام ما يعملهاش كلها، فابتدي اشك. لازم اعمل له اي كيو تيست، او اللي هو اسمه اختبار ذكاء. بالظبط كده، اعمل له اختبار ذكاء واوديه للدكتور يا جماعه نفسي او اخصائي نفسي. ما ينفعش اوديه اماكن تحت السلم زي ما بيقولوا، يعني اخصائي اجتماعي ما ينفعش، حاجات كتير تانية ما ينفعش، يعني اماكن مخصصه او عيادات مخصصه للتشخيص. طيب انا هروح بس للشيف وليد، بما انه هو دخل في الحوار وقال الاختبار الذكاء. انت، انا بكلمك زي اي مشاهد دلوقتي جالك الاطفال وعندك الاطفال في البيت وبتاع، انت من الناس اللي بتحب شقاوه الاطفال؟ أبداً. بتحب تتفرج عليهم ولا بتحب الهدوء؟ ابدا لا، بحب الهدوء طبعا. بتحب الهدوء؟ طبعا. طيب وبتدي توجيهات يعني وانت قاعد في البيت لو عندك اطفال صغارين، بتدي لهم توجيهات ولا بتسيب الام هي اللي تتعامل؟ شوف حسب الحاله، في حاله بتحتاج وحده ها، في حاجه بتحتاج بصه عين. أيوة. في حاجه بتحتاج تدادي. فده حسب الحاله، وزي ما حضرتك قلت برضو الطفل انت محتاج انه يبقى شقي بس لدرجه، يعني كل حاجه ده بيبقى لها درجه. طيب لكن الشقاوة المفرطة اللي بيطلعوا فوق التلفزيونات ويمشوا على الحيطه دي طبعا لا، انت ما انتش عايز الاطفال. طيب انا هروح من كلام الشيف وليد ودكتوره، هو بصي قال كلمه حلوه قوي مستر وليد. وبعدين في حته برضو احب اضيفها برضو، الالعاب الالكترونيه او الكمبيوتر بالظبط من الحاجات اللي فعلا بتزود فعلا المشاكل دي عندهم، ده بتزود كل الاضطرابات النفسيه والسلوكيه على فكره. العاب الجيمز الكمبيوتر ده على فكره ده احنا في وقت كبير كمان قدام الكمبيوتر او ده عندي 24 ساعة قدام الكمبيوتر. لا ده غلط، ده بيعمل بلا، ده بيعمل، ده مصيبة، ده مصيبة. لابد يا جماعة ان انا اقسم وقت ابني واعرفه ان ليه وعليه. يعني كل الناس اول ما نصحى من النوم في 12 ساعة يا حبيبي هنصحاهم، نقسمه هنعمل ايه؟ هيقول لك هلعب جيمز واعمل كذا وكذا، قول له ده اللي ليك، طب اللي عليك؟ لابد ان كل واحد يعرف الواجب اللي عليه عشان يطلب الحاجات اللي دي. طيب سؤال برضو بحكم السادة المشاهدين، وانت عارفين دايما انا بحب ايه اتكلم بعقلية المشاهد دايما. هل في العاب معينة انا اقدر احطها للاطفال عشان تعمل كنترول على الموضوع ده او تديني علامات معينة؟ العاب في البيت، في البيت يعني طفل احنا بنشتري له العاب طبعاً مثلا. طبعا البازل واعتقد اكيد بتفرق ما بين ولد وبنت بالزبط. ولا بيبقوا زي بعض؟ لا بالظبط، في بتفرق طبعا، بتفرق للجنس. البازل مهم جدا للولاد في البيت. كمان القراءه مهمه قوي 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 للولاد. ما انت احنا بنقول لو من سن سنتين وثلاث سنين يا دكتوره، سنتين بنوري له قصص ونحكي له ستوريز عشان يطلع يحب الستوريز، نوري له صور، في قصص مصوره. البازل برده مش هيعرف يعمله سنتين او ثلاثه، يعني نجيب له بقى مكعبات حاجات كده يعني. فبيبقى في عوامل من الاب والام في البيت يبداوا يدعموا الموضوع ده عند الطفل من سن سنتين او ثلاث سنين بالزبط. في المرحله الاولانيه لو ابدا احط له اساس للقراءه، اوري له الستوريز، القصص، الكلام ده كله بالزبط. وابدا اجيب له مثلا حاجات تخلي عقله يشتغل اكتر بالظبط. طيب هل مجهود العقل لما بيبقى كتير بياخد من مجهود الجسم فبيهدي الطفل طبعاً. ولا انا معلومتي غلط؟ طبعا اكيد. لا ده ازاي الطاقه يعني انا دلوقتي لما الطفل بيبذل مجهود في عقله، المجهود الذهني لما بيقول، حتى انت حضرتك لو بذلت مجهود ذهني وانت قاعد على المكتب وعمال قاعد مثلا على الكمبيوتر بتشتغل وبتفكر وبتركز. اهلا بيك، اهلا، اسمحوا لي في مكالمه مداخله. دكتور احمد زكي من علماء الازهر الشريف، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيك. اهلا بيك، نورتنا. الله، احنا النهارده كنا هنتكلم في موضوعين، الموضوع الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، وفي موضوع تاني هنتكلمه بالنسبه للاساءه او الرسوم المسيئه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكنا عايزين نعرف راي حضرتك في الموضوع ده. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على الرحمه المهداه
والنعمة المزداة البشير النذير والسراج المنير المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل صاحب الغرة والتحجيل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فيعني أولا ليس عندنا نحن المسلمين أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا أغلى علينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، ونحن نفديه بأرواحنا ودمائنا وأموالنا، ودائما نقول إلا رسول الله. وإن هذه الرسوم المسيئة التي ظهرت في فرنسا جريمة نكراء في حق رمز من أعظم رموز الإنسانية، بل في حق أكثر من مليار ونصف المليار مسلم. هذه جريمة وعنصرية بغيضة تترفع عنها كل الحضارات الإنسانية، لأنها تؤجج مشاعر الكراهية، خصوصا أنها ظهرت في بلد يدعي كذبا وزورا أنه حامل مشعل الحضارة والتنوير والحداثة. ثانيا، إن من بديهيات الحضارة في أي أمة تحترم نفسها أن تحترم رموز ومقدسات الأمم الأخرى، خصوصا إذا كانت هذه الرموز وهذه المقدسات تتعلق برسالة سماوية وبنبي من الأنبياء والمرسلين. فنحن المسلمين مثلا نحترم ونجل ونوقر ونعظم جميع الأنبياء والمرسلين، بل لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين دون أن نفرق بين أحد منهم، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب فضلت الشيخ، حضرتك سامعني؟ ركن من أركان إيمان المسلم بدينه. حضرتك سامعني؟ لا عنصرية ولا عنصرية جاهلية. سامعني يا فضلت الشيخ؟ هؤلاء المسيئون لنبينا صلى الله عليه وسلم ما عرفوا نبينا، والله والله لو عرفوه ما سبوه. طيب أنا عايز بس حضرتك كده شوية بس، والله لو عرفوه يا فضلت الشيخ صلى الله عليه وسلم. انفعل وليه حق انفعل. طيب فضلت الشيخ سامعني؟ حضرتك سامعني كده؟ نعم تفضل. طيب انا عندي سؤال بس لحضرتك دلوقتي وعايزين نتكلم في الموضوع ده، اسمح لي يعني بدون انفعال وبهدوء شديد جدا. انا عايز اسمع وجهة نظر حضرتك ازاي نتصدى للظاهرة دي، والظاهرة دي على فكرة موجودة بقالها سنين طويلة، يمكن ظهرت الفترة دي بقوة او بطريقة مكشوفة شوية عن الاول. ايه الطرق اللي من وجهة نظر حضرتك تخلينا نتصدى للظاهرة دي، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع عقلية ومع شعوب ومع ثقافات مختلفة عننا تماما كعرب وكمسلمين؟ نعم. اقدر اتعامل معهم ازاي؟ يعني كما قال فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، انه يعني ان الازهر يعني نظم او اقام منصة للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم بجميع اللغات. فعلينا أن نوصل لهؤلاء الناس الصورة الصحيحة عن الإسلام بصفة عامة وعن نبي الإسلام بصفة خاصة. ثم واجب علينا نحن المسلمين أن نتمسك بإسلامنا وأن نتحلى بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيرى الغرب فينا نموذجا مصغرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يتعرف علينا تعرفا عمليا. فالإسلام مثلا دخل بلاد الصين وبلاد الشرق هذه كلها مع التجار المسلمين ومع الأخلاق الفاضلة ومع الصدق في المعاملة والبيع والشراء، فتكون أخلاقنا هي عنواننا وهي دليل على أننا أتباع نبي عظيم كريم صلى الله عليه وسلم. طيب ده موقف الأزهر والطريقة اللي هو هيتعامل بيها مع القضية. أنا بكلم حضرتك الوقت والناس بتشوفنا السادة المشاهدين منهم المثقفين ومنهم البسطاء، بتقول الناس دي تتعامل مع القضية دي ازاي، وخصوصا ان الجيل اللي احنا عايشين فيه الوقت هو جيل السوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام، والموضوع ده الوقت بقى يواجه على المنصات دي، كيفية التعامل مع الشعوب الاخرى اللي اساءت الى الرسول بتاعنا على المنصات دي، انا اقدر اعمل ايه من وجهة نظر حضرتك؟ يا سيد الفاضل دلوقتي يعني يجب علينا ان نعلن غضبنا بادب. لابد ان نعلن غضبنا. صح كده فعلا، لابد ان نعلن غضبنا، هنحط تحت بادب دي كذا خط. قمه الغضب والاسى لما حل بنبينا من اساءه، لكن اخلاقنا لابد ان تظهر.
فلا نتعامل بنفس المنطق عندهم ولا بألفاظ النابية ولا غير ذلك. يعني رأي حضرتك نعم. في الولد اللي هو رسم الكاريكاتير اللي هو قتله بقى ده، رأي حضرتك إيه؟ هل ده صح؟ ده فعل خاطئ ولا صحيح؟ يعني هذا تصرف يحاسب عليه من فعله، لكن عشان نحمد الإسلام كله فعل شخص يعني أخذته العاطفة وتصرف تصرف معين ليس من العقل ولا من الحكمة لدولة بتقود سياسة يعني بها فرنسا أن تحمل الإسلام والمسلمين تبعات هذا التصرف. في كل دول العالم تحدث تجاوزات وتحدث تصرفات وتحدث أمور ولم يحملوها لدولة ولا لدين ولا لملة، فلماذا يحملون تصرف شخصي على أمة كاملة على مليار ونصف مليار مسلم في العالم؟ لماذا يعني يحملون الإسلام هذا الأمر ويشنعون عليه، مع أن كما قلت تحدث جرائم أكبر من هذه بكثير في كل بلاد العالم بل تقريبا في كل يوم. لكن عموما علينا أن نعبر عن غضبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لابد أن نتحلى بأخلاق الإسلام وأن تظهر أخلاقنا ونحن نعبر عن غضبنا، لكننا غاضبون لكننا رافضون، ولا بد أن يظهر هذا الغضب بكل وسيلة ممكنة لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا يعني لك فضيلة الشيخ، بشكرك نشكرك. شكرا لحضرتك جدا على المكالمة دي والرأي اللي هو الصائب والصحيح. حقيقي فخامة الرئيس امبارح عبر عن رأيه بأدب جميل، يعني قال انت كده ضريت او اذيت مليار ونص شخص. لا يعني هو اتكلم سيادة الرئيس اتكلم بأرقام، يعني كمان بأرقام. حتى لو انت بتتكلم وبتحكم على المسلمين فهو بالزبط. اتكلم أرقام المسلمين وبأدب على مستوى وأخلاق. العالم وأخلاق المسلمين. لكن أنا عايزة أسألك بقى أستاذ هاني، إيه رأيك في التصرف اللي هو الموضوع القتل ده؟ هل ده صحيح ولا إيه من وجهة نظرك الطريقة اللي ممكن شبابنا المثقف المتعلم اللي هو زي ما حضرتك ذكرت إن هو ده جيل السوشيال ميديا اللي هو ممكن كل العالم بقى قرية واحدة دلوقتي عن طريق الإنترنت، اللي ممكن يقدر يعمله كل الشباب عشان يقنعوا العالم بإن إيه إن الإسلام هو ده وإن سيدنا النبي سيدنا محمد أفعاله كذا وسمحته كذا والكلام ده كله، إيه اللي يقدروا يعملوه؟ إيه اللي يقدروا يقدموه؟ طيب بص يا دكتورة، أنا معلش هستأذنك وهقول وجهة نظري الشخصية في الموضوع ده. وإحنا مشكلتنا كعرب، مش عايز أعمم على المسلمين، لا أنا بتكلم كعرب تحديدا، إحنا بقالنا فترة طويلة جدا دورنا في الحياة هو رد فعل وليس فعل. إحنا بنستنى لما الكارثة تحصل وبعد كده نبدأ نفكر هنتعامل معها إزاي. طيب لو رجعنا لورا شوية، أسباب الكارثة دي حصلت لأنه حتى الوقتي أقول حاجة بس فضلي. من أهم أسباب حدوث هذه الكارثة إن أصلاً المسلمين ما بيتعاملوش بأخلاق الإسلام، فعشان كده معظم نسبة كبيرة يعني ما بقول نسبة كبيرة منهم فعشان كده خد أو الغرب خدوا انطباع سيء عن المسلمين. لا أنا ليا وجهة نظر مختلفة، معلش يعني أنا أختلف معاكي. طب نستأذنك الشيف بس أول ما دخل الشيف يقول لنا المقادير أشم الريحة كمان بقى المقادير عشان أنا خلاص إن شاء الله المقادير كده حضرتك ذكرت لنا بعض المقادير نكمل. بالظبط أنا عندي زي ما قلت ناخد مقادير الباستا الأول. الباستا أذنك أوكي 400 جرام باستا مكرونه يعني في حدود نص كيلو مثلا. بالظبط عندنا 400 جرام مكرونه، كيس هو الكيس بيبقى 400 جرام. بالظبط عندنا حوالي برضو نص كيلو طماطم متقطعه كده مكعبات ان هعملها خفيفه للاطفال. عندنا حزمه بقدونس، عندنا 150 جرام 100 جرام زيتون اسود حسب حب الطفل. زيتون اسود بيتقطع؟ زيتون اسود مخلي بالظبط. أربع فصوص ثوم حلق هيتاخد صوتي خفيف. التونة بقى علبة تونة علبة تونة لحم مية أبيض ما تبقاش لا مهروسة ولا فيها زيت المواد الحافظة دي. وزي ما قال الدكتورة كده في أي حاجة حتى الزبادي هنط كده اللي احنا عندنا فروت صلاب بالزبادي، الزبادي بدون مواد حافظة يعني فأي حاجة تبقى قوي. بدون مواد حافظة عشان ولادنا لأن دي مضرة على المدى البعيد شوية. زيت الزيتون برضو من الحاجات الـ في منتهى الاهميه. هنعمل الباستا كلها بزيت الزيتون نسبه انا بحط 50 50 زيت زيتون لزيت عباد على اساس انه يبقى نسبه الكوليسترول، وصعب ان زيت الزيتون لوحده يبقى بيتسخن لوحده. بالمناسبه لازم نحط لهم كل يوم يا زيت زيتون يا زيت حار.
اللي هو زيت بذر الكتان، مهم قوي لاولادنا للفئه اللي احنا بنتكلم عنها دول. لكن مش لكل الاطفال. لا لا، للفئه اللي احنا بنتكلم عنها، زيت زيتون او زيت حار. ونكتر بقى جدا ده لكل الناس، بس خاصه دول كلمه فيتامين سي بقى بلا حدود يعني. بالظبط كده. يعني برتقان زي ما هعمل كده، جوافه، ليمون، الليمون، الكيوي، الحاجات حتى الشائعه اللي احنا بنقدر نستعملها، الليمون بقى، في شويه ليموناته، في حاجه تبقى بالليمون، الفول بالليمون، يعني كل شيء بيبقى بالليمون. اوكي. لسه في حاجه في مقادير الباستا؟ لا لا خلاص، الباستا وهنشوفها دلوقتي حته حته، بتعمل واحده واحده حالا يعني، هنبدا فيها فورا. عندنا كمان زي ما قلت الساندوش ده اللي هيتعمل عشان يبقى في النص يسد جوعه، لان برضو غالبا حالات الطفل الشقي، يعني مش هسمي غير الطفل الشقي، يعني ان هو في ساعات يحس انه بياكل بشراهه، يعني دايما يبقى جعان مش جعان، عايز ياكل، يشوف اكل عايز ياكل، يشوف. فلازم تحدده برضو بالوجبات الخفيفه او بحاجه تسد جوعه. ونبعد فيها خالص، انا نسيت خالص الموضوع ده، الشوكولاتات. بالظبط كده. كلمه شوكولاته دي بقى انا كنتش يعني يمكن كنتش واخد بالي منها الحكايه دي، لكن لا، ده الشوكولاته للعادي بتطلعه في السقف يعني. طب مقادير دي بقى ايه؟ هو اسمها ايه الاول معلش؟ باستا. لا خلصنا الباستا. اللي هو بقى الوجبه الخفيفه ده سميه ساندوتش يعني. انا ليه حاجات كتير انا اللي هي انا عاملها، فبشد حته من تركيا على حته من ايطاليا على حلوه قوي. والتركيبه كده. ف يمكن في صوص اعرف اسمه. خليني اقول سميت، يعني سميت اللي هو السميت دي، في السميت بتاعنا اللي في العرصيف ده في تركيا معروف جدا. وعندنا الكابريزي. الكابريزي دي اللي هي الموتزاريلا بالجبنه والزعتر او الريحان مع زيت الزيتون. فهي هتبقى دي اللي داخل الساندوتش ده. وانا جايب الصميت اهو كده، وده هيتفتح ويبقى مقسوم بشكل يعني احنا شايفينه كده، وهنشوف شكله بعد ما يطلع الطفل ازاي يبقى عايز يدخل فيه يعني. تمام. حضرتك بقى تبدا في الحاجه الاخيره الحلوه، قلت فروت سلط. فروت سلط هيعتمد على التفاح، البرتقال، الموز، ومهم الموز، الموز مره قوي طبعا، والعنب. بس والسلطه بتاعتنا هتبقى برضو زي ما احنا شايفين كده، بالشيري توميتو، الطماطم الشيري، علشان برضو دول بيلقطوها زي التسالي كده. طيب خلاص، انا هبدا دلوقتي في الباستا على طول، نكمل كلامنا. هسيب حضرتك بقى دقيقه واحده هكون داخل في الباستا وارجع للدكتوره. بص يا دكتوره، احنا زي ما قلت لك كده، احنا مشكلتنا ان احنا دايما رد فعل مش فعل. طيب ولو هتكلم حتى واحنا رد فعل، انا تابعت الموضوع زي اي حد موجود الفتره اللي فاتت، والموضوع تصاعد وكل يوم بيتصاعد اكتر. احنا بنتعامل مع شعوب الثقافه بتاعتها مختلفه عننا تماما. وبعدين الشعوب دي كمان احنا مش قادرين لغايه النهارده نراعي نقطه مهمه جدا، انه يا جماعه اغلب دول اوروبا مفهمه الشعوب بتاعتها وبتغرس فيهم الثقافه دي او الافكار دي، تمام، انه الارهاب جاي من الاسلام، يعني الارهاب جاي من المسلمين. طيب انا لما الشعوب دي واخده فكره كده عني، وحصل موقف زي بتاع مثلا الرسوم بتاع الاساءه للرسول، وشايف السوشيال ميديا كلها حملات مقاطعه وشتايم وصور متركبه والكلام ده كله، طيب ما تخلونا يا جماعه، احنا ما حدش فينا يعني كان نفسي لاحظها، واحد يطلع بيعرف لغه فرنساوي كويس فيطلع يتكلم عن الرسول وعن الاسلام. بالزبط. ويظهر محاسن الرسول. بالزبط. ويظهر محاسن الاسلام، ويقول لهم يا جماعه احنا مش الدين اللي انتم بتتكلموا عنه بالطريقه دي. بالظبط. محدش عنده لغه بيتكلم انجليزي، فكره جميله، يطلع يعمل لايف بدل ما انتوا قاعدين بتعملوا لايفات ومقاطعات ومش عارف مع ايه. مع ملاحظه تتكلموا. ان على فكره القران مترجم، الازهر مترجمه لسبع لغات تقريبا، كله متاح، موجود في الازهر، يعني موجوده النسخ دي في الازهر مترجمه. ففعلا زي ما حضرتك بتقول، كل شاب يا جماعه ليه دور، كل شاب بيغير على دينه وعلى سيدنا محمد وبيحبه، مثقف او شاب متعلم لغه معينه، انت ليك دور مهم قوي ان انت تخاطب الدوله اللي انت بتعرف تتكلم لغتها، فرنسا، امريكا، ما اعرفش ايه، اي بلد بتعرف تتكلم لغتها. ان في عندنا اللي عندنا ولاد كتير بيتعلمين عبري، متعلمين كل اللغات عندنا ما شاء الله، يعني بدون قطع كلام حضرتك، خاطب الناس دي وقول لهم سماحه. أيوة. الدين، قول لهم الايات بتاعتنا اللي بتقول على السماحه والعفو. انا شايف تضييع وقت على فكره. بالزبط. في حملات مقاطعه يا جماعه، المصانع اللي موجوده في الجبن والكلام ده اللي باسامي فرنسيه. هي اصلا مصانع فيها عمال مصريين، فيها 38000 برضه مصري. انا عايزه اقول حاجه، الازهر الشريف يا دكتوره بيعمل بعثات للدول دي بره،
بيعرفهم الدين وبيعرفهم الإسلام. ما هو ده موجود. بصي أيوة أنا عايزة أقول لك أنت وهو قاعد مكانه عن طريق السوشيال ميديا بدل ما قاعد طول النهار يشيت ويلعب ويعمل كلام فاضي. طب ما أنت متعلم لغة، أنت بتعرف عبري، أنت بتعرف فرنساوي كويس، أنت يعني أنت شاطر في اللغات كذا كذا كذا، خاطب الدول دي وعرفهم الآيات الجميلة اللي بتقول السماح واللي بتقول القاذمين الغيظ ولا بتقول يعني خاطبهم وعرفهم السماح اللي عندنا في الدين الإسلامي. دكتورة شوفي كم الفيديوهات واللايفات اللي طالعة على السوشيال ميديا، شتايم ومقاطعات ومش عارف ايه. لا شتايم من عددهم طبعا. لا بس ثواني انا بتكلم على الظاهرة بصورة عامة. وانا راجل مسلم وبغير على ديني وبغير على الرسول بتاعي. انا عايز اعد من كل 100 فيديو او لايف او حد طلع على اليوتيوب عشان يردوا الكلام ده بطريقتهم، عديلي كام فيديو حد طلع يشرح الاسلام وصفات الاسلام الجميله بالزبط. وصفات الرسول الجميله بلغه الشخص اللي انت بتخاطبه. انت قاعد تتكلم عربي وقاعد تشتم وقاطع هو مش فاهم منك حاجه. صح. هو انت لا تعنيه في شيء يعني. يعني كده معنى كلام حضرتك انت وزينب ان كل الشباب المصري او العربي المسلم اللي يقدر يغير فكر العالم الغربي كله عن المسلمين وعن الاسلام وعن الدين الاسلامي، عن يعني يعرفوا القران السماحه في القران والسنه، تقدر تغير يعني كده ليك دور وليك بصمه اعملها. طول ما انت قاعد اعمل الكلام ده غير بدل ما انت بتشتم. يعني احنا محتاجين نوجه مش أخلاق الفكر إسلام. الفكر بالفكر صح كده، مش مش بالمقاطعات والشتيمه. يعني يا جماعه احنا لما بنحب نخاطب شعوب تانية لازم، انا عندي سؤال واتحدى كام شخص سال نفس السؤال ده. انا شايف معلش يعني او 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 وجهه نظر الناس ان في ناس كتير من المسلمين شايفين ان الغرب والناس دي والله ده كفره لانهم بره الاسلام. طيب معلش هو شايفك ازاي؟ يعني انا السؤال ده نفسي حد بس يجاوب عليه او هل فكر فيه. انا شايفه مثلا هو بره الدين بتاعي فباخد عليه تحفظات كتير جدا. طب هو شايفني زي، طب ما هو شايفني بنفس الطريقه يا دكتور، هو شايفني برضو انا بره الدين بتاعه. بالظبط بالظبط. فبيبص لي بنفس النظره. تقدر تغير الصوره دي كشاب وبعدين متعلم. الدول الاوروبيه والسياسات والحكومات الاوروبيه، انتم من صنعتم الارهاب، انتم اللي عملتوا الارهاب. امريكا هي اللي عملت بن لادن ايام وجود روسيا في افغانستان، ولما اتقلب بن لادن خلصوا عليه. دول كتير في اوروبا دلوقتي هي اللي بتشجع وبتساند الارهاب وبتموله. طب الارهاب ده اشمعنى ما بيطلعش الا من الاسلام؟ ما هم الشعوب دي واخده الصوره دي. لا طبعا الموضوع ده مش حقيقي. وانت رايك ايه يا مدام زينب؟ لا هو طبعا انا رايي لازم مش بس كلام، ده لازم بالاخلاق كمان والتعامل. يعني دلوقتي في شبه الجزيره العربيه لما جه الاسلام بدا يدخل او بدا ينتشر، انتشر باخلاق المسلمين، والناس دخلوا في الاسلام بسبب الاخلاق. هتوصلي الاخلاق دي ازاي يا استاذه زينب؟ ما هتوصلي للناس ازاي؟ لا انا بتكلم على كل حد مقيم في اي دوله من الدول دي. يعني انت طيب انا شفت فيديو في فرنسا مثلا، المسلمين اللي في فرنسا مجموعه مش كلهم يعني مجموعه من المسلمين في فرنسا قاعدين يكسروا في عربيات الشرطه واقفين يكسروا في الشارع وبتاع. هل هو ده رد الفعل؟ مشكله يبقى ليه؟ لا ده مش رد، ده احنا بنزود. ده غلط، طين بله يعني. يبقى ما ده غلط. اللي انا فهمته من كلامكم حاجتين، ان الشباب المتطور اللي هو بيتكلم بلغات العالم كلها يقدر يغير فكر العالم كله عن الاسلام والدين الاسلامي، دي اول نقطه. يعرفوا السماحة والكلام ده في الدين بلغتهم. نمرة اتنين الأخلاق. الأخلاق يا جماعة ما نحاربش الغلط بغلط، ما نحاربش اللي حصل بغلط ان احنا نقتل ونقاطع والكلام ده. لا احنا لازم أولا نعرفهم ايه هي أخلاق الإسلام. تاني حاجة نغير لهم فكرهم اللي هم واخدينه عننا ان احنا حد إرهابي وحد. هم مش بيقولوا حرية تعبير؟ بالظبط. ورئيس فرنسا طلع قالك دي حرية تعبير. طيب فين حرية الأديان؟ أنت حرية، ما هو ما هي كلمة حرية التعبير هي عامة، هي مفتوحة على كل حاجة. بالزبط. طيب حضرتك بتقول حرية التعبير، أنت ما مارسته على المسلمين واللي حصل هناك هو خارج حرية التعبير. بالظبط. لأن أنت الحرية، إذا أنت بتشمل لي حريتي أنا بديني بشكلي بالعقيدة بتاعتي بكل حاجة، فاللي اتعمل ده ما فيهوش أي نوع من الحرية. بالزبط. طيب بالزبط. إحنا لما جينا نرد إحنا ردينا إزاي؟ ما وريكوا بقى الحريه، حريه التعبير. انت شايف الاسلام كده، شايف الرسول كده. طب تعالى بص بقى، ده الرسول كان بيقول كذا وكذا، الرسول كان بيحترم الديانات الاخرى. وعلى فكره الازهر بيعمل كده، الازهر بيعمل كده فعلا. يا استاذه زينب انا اللي عايز اوصله للساده المشاهدين، الازهر له دور بالبعثات اللي بيطلعها. بس ما تزعلوش مني، البعثات ما بتطلعش تعمل شغلها على السوشيال ميديا. يعني دي بتبقى مؤتمرات ومجتمعات. طيب. وكده انا بتكلم في العموم. يعني استاذنك نرجع للشيف. هيا شيف قدامنا. الريحه طلعت وانا جوعت. الريحه طلعت. ها لا لسه. عشان هنحط بقى البرزنتيشن بتاعنا قدامنا خمس دقايق ونختم. احنا قدامنا على فكره فيش وقت. انتوا بتظنوني بتقول ازاي بس ماشي يعني. حاول تعرض كده الحاجات اللي حضرتك عملتها فيها. الغرب خدوا جوهر الاسلام وطبقوه عندهم،
كتعامل لكن احنا بره النقطه دي خالص على فكره. يعني لا ما هو ده برضو ده في داخل الموضوع. ما هو انت دلوقتي لو الشباب فهموا اسلامهم صح وفهموا الدين صح وطبقوا واقتدوا بالرسول صح ما كانش حصل المواضيع دي. بصي دكتوره باختصار شديد احنا محتاجين مواجهه الفكر بالفكر. بالظبط كده بالفكر. واحنا دلوقتي الجيل الجديد اللي موجود بتغيير الفكر للصح عنده ثقافه عندنا شباب وعندنا طلاب جامعات وطلاب حتى في المدارس الثانوي بيتكلموا اكتر من لغه وقاعدين طول النهار على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الكلام ده وعلى كده. يا جماعه الفاضي. استغلوا مهاراتكم والمميزات اللي عندكم دي في ان انتم تعرفوا توصلوا الصوره الصح بتاعتنا. بالظبط فده محتاجين مواجهه فكر بفكر. الازهر له دور بيطلع بيعمل بعثات وبيشرح وبيعمل بس في مؤتمر. انا بتكلم في الناس العاديه الناس اللي قاعده في البيت فاتحه الموبايل وقاعده تكتب مقاطعه واللي قاعد يركب صوره واللي قاعد يعمل لايف واللي قاعد يطلع على يوتيوب. لا استغلوا ده بس وصلوا الصوره الصح. صح. لا انتوا فاهميننا غلط والله احنا وضعنا كذا. مهمه قوي فعلا يا شبابنا يا حلوين يا جمال يا مثقفين ان انتوا توصلوا صوره الاسلام الصح. عندنا ايات كتير قوي بتدل على السماحه واحاديث ايات كتير جدا والكاظمين الغيظ وايات كتير جدا موجوده في القران. اساس الاسلام التسامح. بالظبط اساس الاسلام احترام الاديان. بالظبط احنا رسول والدين وربنا سبحانه وتعالى وصل لازم نؤمن بكل الانبياء وكل الكتب وكل الكتب وكل الاديان. فده اساس. على فكره بره بقى ما يعرفوش الكلام ده. بره ما عندهمش فكره عن الموضوع ده ما يعرفوش ان احنا مؤمنين بالاديان كلها وبالكتب السماويه ونؤمن بالكتب والانبياء مش بمحمد بس. طيب انا بس عايزه يعني احنا كده الموضوع ده احنا قلنا لشبابنا يعملوا ايه ما تقوليش الوقت خدنا وهنخلص. انا بس كنت عايزه اعرف الساده المشاهدين بسرعه الفرق بين الاضطراب السلوكي والنفسي بالنسبه لطفلك. الاضطراب السلوكي هو اضطراب النفسي الاول هو اضطراب بيولوجي بيصيب الخلايا العصبيه نتيجه بقى وراثه وحاجات كتير جدا. ومن ضمن الاضطرابات النفسيه دي عندي نوعين، نوع نمائي وعندي نوع انفعالي. النوع النمائي زي التوحد والتخلف العقلي والطفل الاي دي اتش دي اللي قلنا عليه، اما النوع الانفعالي زي الاكتئاب اضطراب اكتئاب واضطراب قلق. الاضطراب السلوكي ده هو خلل بيصيب سلوك ما وبيبقى ناتج عن الاضطراب النفسي ده. طبعا انا عايزه اقول الاثنين ناتجين عن يا جماعه العنف الاسري اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت. ده العنف الاسري ده هتلاقيه اساس في حاجات كتير. العنف الاسري ده انا عايزه اقول كمان البنت يعني من ضمنه اللي هو المشكلات الزوجيه بين الزوجين. ودايما يا جماعه عايزه من فضلكم ما تستخدموش ولادكم اداه تحاربوا بيها بعض. يعني البنت الولد اللي مات اللي هو عنده 4 شهور اول امبارح منتهى القسوه منتهى البشاعه. يعني هي تسيب ابنها وهو يسيب ابنه ويسافر وهي تسيب ابنها والولد يلزق يموت ويلزق في السرير. يعني حقيقي انا مش عارفه الناس دي فيها ايه. ده احنا تعدينا حاجات كتير تعدت المنطق وتعدت يعني. والحادثه اللي كانت حصلت من فتره الست اللي رمت ولادها من فوق الكوبري. بالظبط. فاحنا تعدينا. بص يا دكتوره انا شايف ان في احنا محتاجين حاله من مراجعه عقليه ونفسيه. صح. دينيه واخلاقيه. هو يعني احنا محتاجين اعاده تكوين. بالظبط. يعني انا سمعت جمل كتير وسمعتها النهارده بس مش عايز اقول عشان ما نقولش ان احنا بنقلد او بناخد حاجه من حد، لكن احنا فعلا محتاجين اعاده تدوير كامل لانفسنا عقليا ونفسيا وزي ما قالت الاستاذه زينب اخلاقيا. خلاص اخلاقيا مهمه جدا. احنا في انحدار اخلاقي غير عادي. لا وكل ما ده بيزيد. بيزيد. طب ما برضه دي حد واجه الكلام ده. ما هو ده ما هي بصي اوعى تلاقي نفس السؤال اللي انا بقوله كيفيه المواجهه نفس السؤال على حاجات كتير قوي. شوف وليد انت يعني احنا وقتنا ضيق على فكره. طيب احنا هنرجع للشيف كده بسرعه. قول لنا المقادير. قول لنا الطريقه يا شيف من فضلك. هلا احنا بنعمل كده الفروت سلات مش كده؟ بعمل فروت سلات. تمام. وعملت لنا بجهز بس ده كده الوقت شغل السوبر مان اللي هو تلاقي بس الطاسه شغاله في الفاستا وهو بيعمل لنا بقى البرزنتيشن بتاعك كده عشان نشوف احنا اولا الروايح جميله تسلم ايدك. يا اهلا وسهلا. ويهمنا طبعا الشكل يعني والعرض قدام اولادنا دول عشان ياكلوا اكتر. هو الميزه انه الشيف وليد النهارده زي ما بقول لك كده هو بيستخدم حاجات فيها الوان كتير عشان تغري الاطفال. منقي حتى شكل المكرونه اللي هو شكل القوقعه يعني. هو حتى تغري الاطفال عشان تبقى مع طول. انت بتقدم حاجه للطفل فانت لازم يبقى شكلها حلو. انت ايه رايك يا زوزو؟ ايه رايك يا زوزو في المنظر ده؟ على فكره انا طبق الطماطم الصغيره ده عاجبني قوي انا هاخده معايا.
أذوق الله ربنا يعني طريقة حتى التقطيع طيب. اللي هو بيعملها الشيف وريد المكرونة خلصت يا شيف؟ اه خلاص اخر طب اعرضها لنا يلا خطوة عشان خلاص بقى لنا في شيء لو جوه الطاسة هي هتتغرف لكم جوه لا هنا هتنزل هنا لا انا بس ايه حطها كده بقى عشان هنختم وفي في النهايه طبعا انا عايزه اقول للساده المشاهدين انا مستنيه بجد يعني تواصلوا معايا ومع فريق البرنامج تواصلوا معانا على راسلوني على الصفحه اي مشكله عندكم زوجيه عشان انا الحادثه بتاعت الطفل دي حقيقه انا اتاثرت بيها واكيد انتوا كمان اتاثرتوا معانا بيها اتاثرنا جدا بيها في بعض حاجات يعني فعايزاكم تتواصلوا معايا اي مشكله زوجيه يا جماعه تواصلوا معايا على صفحتي على تعالوا لي العياده زي ما انتوا عايزين بس من فضلكم انا مش يعني انا ضد الطلاق وضد المشكلات الزوجيه تعالي ونشوف حل وتعالوا انتوا الاثنين ونشوف حل كلموني على الصفحه بتاعتي انا في انتظار خطاباتكم وتواصلكم وتليفوناتكم وان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى مفاجاه مش هقول لكم عليها دلوقتي هنتكلم في موضوع شيق جدا في الحلقه الجديده ها يا شيف عشان معلش حط لنا بقى كده بس تبان في الطبق خلاص هي خلاص كده بس انا شايف اللون انت احنا اتعاملنا كده بلون مختلف لون المكرونه مش احمر زي ما احنا متعودين لا 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 لا, لا ما هنا موضوع هنا مختلف هي فيها الطماطم وحط لنا الفروت سلطه بقى فيها جنبها الفلفل فيها الوقت ما اسعفوش النهارده طبعا يعني انا مش مصدق ان عشان عامل اصناف كتير الموضوع عامل هو بصراحه يعني جاي النهارده والروايح جميله بصراحه مش حاجه واحده لا ده هو عامل كذا صنف بحيث ان انت بتقدمي الترابيزه كامله يعني الحلو موجود الطبق الرئيسي يلا. موجود يلا يا شيف حطها لنا كده يلا اهي برضو عشان نقول للساده المشاهدين بقى انا هخلي موضوع الزواق ده والكلام ده على ست البيت بقى هي تعيش براحتها احنا قلنا لهم الاساس يعني احنا كده المكونات اهم حاجه الباستا اللي بالتونه هي عشان اوميجا 3 وفيتامين بي وفيتامين دي وده الافوكادو سلطه الافوكادو مهم قوي الفروت سلطه بتاعتنا بالظبط كده هنرش دي كده بشويه برضو بقدونس على الوش فين بقى اللي قلت لنا الساندوتش او الحشيه المفروض يتعمل مش مشكله ده لا طبعا لسه ما اتعملش انت كلت الوقت كده انت قلت الفكره بتاعتها ف يعني لا بص يا شيف انت ليك حلقه معانا يعني انا حلقه ثانيه معانا نكمل فيها والصنف ده انا محتاج انه يتعمل تاني عشان لازم لا هنعمله دلوقتي انتوا بقى تاكلوا ان شاء الله سلطه افوكادو مهمه جدا هي سلطه بسيطه جدا الافوكادو مع خضروات السلطه العاديه مع الدريسنج اللي تختاره من المايونيز ومشتقاته بقى مستردة او كده يعني بالزبط. تمام انا في النهايه بشكر الساده المشاهدين وبشكر زمايلي استاذ هاني نورتنا النهارده وزميلتي زوزو ازيك يا زوزو منورتيني وبشكر الشيف مع ان انت ما خلصتش بس انا شم روايح هايله مش عارف ولكن الصنفين اللي عملتهم فعلا صنفين كبار يعني لا ما هم الصنفين دول ياخدوا يعني خدوا وقت ومستنيه تليفوناتكم وتواصلوا معايا على الصفحه واستنوني في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل.